مهمة جدا جدا في السويتش. يبقى الفيلان الموضوع مهمة جدا جدا في السويتش. ايه بقى الفيلان؟ الفيلان هو اختصار كلمة فيرشوال لان. محمد عنده واحد صاحبه عنده شركة، الشركة دي فيها 3 ديبارتمنت، 3 اقسام، والشركة دي عبارة عن مصنع كده، والمصنع دي فيها 5 ادوار، 1 2 3 4 5. فقال له تعالى يا ميدو اعمل لي شبكة للشركة دي، وكل دور بيبقى فيه ناس شغالين في قسم الاي تي، وناس شغالين في قسم المبيعات، وناس شغالين في قسم الماركتينج. كل دور فيه كده شوية من دول وشوية من دول وشوية من دول. الشركة بقى عادة ان المديرين بيبقوا فوق تحت الموظفين العاديين بتوع المبيعات والكلام ده ايا كان. فميدو افتكس قال له بص يا باشا انا هجيب لك في كل قسم سويتش، يبقى انا عايز في الثلاث في 5 ادوار كام سويتش؟ 15. وكل قسم هجمعه لك على سويتش، عندك 3 اقسام يبقى انت عايز كمان 3، 18 سويتش، ونجيب راوتر نلم الدنيا دي كلها مع بعضها الشبكات المختلفه. تمام. طبعا الراجل ايه مسك ميدو ذبحه، كل الكلام بيقوله ده ميدو خاقص فعلا. انا لو انا عندي 3 اقسام عشان السويتش هو 1 برودكاست دومين، فانا محتاج سويتش لكل قسم. اهو اهو سويتش الايه لكل قسم. طب انا للاسف انا عندي القسم، كل قسم الناس داخله في بعضيها، وعندي مباني وكل مبنى قاعد فيه شويه اي تي وشويه سيلز، يبقى انا كده كل مبنى هجيب له 3 سويتشات، او كل دور هجيب له 3 سويتشات، مساله صعبه. فهم عاملين حاجه جديده اسمها الفيرشوال لان، ان انا ممكن اقسم السويتش لاكتر من برودكاست دومين. يعني سويتش اخليه 3 شبكات في بعض سوفت وير. تمام. سويتش اخليه اكتر من شبكه في بعض سوفت وير كوماندات، والاجهزه دي ما اتكلمش، الاجهزه دي دول في شبكه ودول في شبكه. بس السويتش يعني ملاحظ ان هو بيعمل حاجه تقيله، يعني لا ولا تقيله ولا حاجه. الراوتر بيعمل اضعاف، الراوتر بيربط كذا شبكه مع بعض، هو بيعمل اضعاف وبيعمل نفس حاجته المفروض. لا بس كل بورت من بورتات الراوتر شبكه مختلفه، صح كده؟ مش احنا قلنا الكلام ده؟ هو الراوتر فايدته ايه؟ بيربط لك الشبكات المختلفه مع بعض، صح كده؟ ويربط لك الفروع بتاعتك مع بعض. السويتش ما بيعملش كده. يعني لو عندي فرع في اكتوبر وعندي فرع في المهندسين عايز اربطهم، يبقى لازم الراوتر هنا وراوتر هناك. تمام. انما السويتش في نفس السايت. حلو الكلام؟ الفيلان بيعمل ايه يا جماعه؟ الفيلان بيزود البرودكاست دومين، انكريس نمبر اوف برودكاست دومين. ازاي يعني يا عم؟ انا كان عندي السويتش هو 1 برودكاست دومين، صح؟ رحت جاي مقسمه لثلاثه فيلان، كل فيلان منهم بيعتبر شبكه، يبقى عمل كام برودكاست دومين؟ 3. بس قلل حجم البرودكاست دومين، مش كان كل شبكه دي فيها 24 بورت؟ بقى كل شبكه كل واحده منهم فيها مثلا 6 بورت، يبقى عمل ايه؟ شرينك. شرينك يعني قلل، كمش شرينك. تمام كده؟ ذا برودكاست دومين، قلل عدد البورتات اللي في نفس الشبكه وزود السكيورتي، انكريس سكيورتي. حد يعرف تزود السكيورتي ازاي؟ تصور لو حضرتك بتعمل برودكاست هنا، كان الرساله بتاعتك راحت لكام جهاز؟ 24. هتروح لستة بس. هتروح لستة بس، صح؟ تمام. طيب تعال نشوف الفيلان بقى ازاي بنعمل الفيلان. الفيلان بتاعتنا عشان نعملها لها طريقتين، لها طريقه ستاتيك ودي اللي معظم الناس بيستخدموها، ولها طريقه دايناميك. لها طريقه ستاتيك ولها طريقه دايناميك. ستاتيك يعني يا ابو حميد ان انا اقول له بص يا عم من البورت رقم 1 للبورت رقم 5 دول تبع المبيعات، من البورت رقم 6 للبورت رقم 10 دول تبع الاي تي، يبقى اي حد هيتوصل هنا تبع مين؟ ده واحد تبع المبيعات اهو، وبيسموا دي ايه؟ البورت بيزد.
بورت بيزد. بيسموه دي يا جماعه بورت بيزد فيلان. تمام، بيبقى عندي البورت والفيلان. البورت واحد تبع الفيلان 10، البورت 2 تبع الفيلان 10، البورت 3 تبع الفيلان 10، البورت 6 تبع الفيلان 20، وهكذا على حسب البورت اللي توصل بيه تبقى تبع الفيلان. قال لك معظم الناس دلوقتي شغاله باللابات، ما عادوش بيتوصلوا بكابلات، كلها وايرلس. طب هنقسمهم فيلانات ازاي؟ فقاموا عاملين حاجه اسمها دايناميك. الدايناميك ده السويتش بتاعه بيشتغل حاجة اسمها فيلان مانجمنت بوليسي سيرفر. ايه بقى الكلام ده؟ بيبقى عامل كده، الفيلان اي دي والماك. محمد شغال في المبيعات، هاخد الماك بتاع جهازه اسمه ايه؟ ايه، واحطه في فيلان 10. محمد اتوصل بورت، اتوصل وايرلس، اول ما يجي يخش على السويتش يتشك على الماك اللي هي ايه، يدخله جوه مين؟ جوه فيلان 10. احمد عنده الماك بي تبع الماركتنج 20، محمود سي تبع الاي تي 30. يبقى على حسب الماك واحطه في الفيلان بتاعته. دي بيسموها يا جماعه الماك بيزد، ودي مش كومن لان السويتش ده غالي. اللي بيشتغل فيلان مانجمنت بوليسي سيرفر، فيلان مانجمنت بوليسي سيرفر. السنه اللي فاتت كنا عاملين دي مشروع تخرج الموضوع ده، ان هو بيتشيك على الماك ويدخله على الشبكه ويديله صلاحيات من الشبكه اللي هو داخل فيه. طب كده ممكن اخلي لكل واحد صلاحيات معينه، مثلا فيلان مانجمنت بوليسي سيرفر. تمام، مين المور كومن في كل الناس؟ دي اللي كل الناس بيستخدموها في شغلهم، عشان كل الاجهزه سواء سيسكو او غير سيسكو بتدعم دي. تمام، تيجي ناخد دي بقى ازاي بنعمل الفيلان. تعال نشوف مع بعض ازاي بنكريت الفيلان. الفيلان عشان اكريتها لازم الاول اعمل لها كرييت، وبعدين اضيف فيها البورتات، اصين ايه للبورتس. عشان اكريتها يا معلم كل فيلان بيبقى لها نمبر، والنمبر ده مانداتوري. مانداتوري يعني ايه يا باشا؟ اجباري، يعني ما ينفعش فيلان من غير نمبر. وبديلها نيم، بس النيم ده اوبشن، يعني انت لو ما حطلهاش نيم يحط لها هو اسم من عنده ديفولت، انما لازم تديلها ايه؟ رقم. تمام، طب الرقم بتاع الفيلان انت تقدر تحط للفيلان نمبر من الواحد، لا مش من الواحد، من الاثنين لحد 40 96. طبعا اشطبها قاصد عشان ما تغلطش فيها. تمام، من الاثنين لحد كام؟ يعني كل سويتش ممكن تقسمه ل 4096 فيلان. يا نهار اسود، هو في سويتش اصلا فيه البورتات دي؟ اه في سويتش بتوصل على البورتات فيها 10000 بورت شاسيه وبورتات شكل بتاع داتا سنتر كده. تمام، والسويتش العادي بيقبل كده. ال 40 96 كل الكلام ده بيجي في الامتحان. الله يكرمك، ركز معايا يا عم، ركز معايا يا عم، ركز والله. ال 40 96 دول مقسمينهم تو رينج، من الواحد لحد 1300 1003 1005، ومن ال 1006 لحد 40 96. اسمع يا عم ميدو، لما تيجي تكري دول، لو انت كريت فيلانز بالارقام دي ودي المفروض تعمله، ده بيسموه النورمال رينج. ما تروحش لدول غير لما تنزنق. النورمال رينج ده بيتخزن جوه ملف اسمه فيلان دوت دات. انا بديك كل حاجه عشان ما تذاكرش اهو، ذاكر من هنا عشان تخلص. فيلان دوت دات، الفيلان دوت دات ده بيتخزن فين؟ جوه الفلاش بتاع السويتش. هنا اسئله جالك في الامتحان، هي النورمال رينج من كام لكام؟ النورمال رينج بيتخزن في ملف اسمه ايه؟ الفيلان دوت دات ده موجود في انهي مكان؟ في الفلاش ولا انهي فيرام ولا فين؟ تمام؟ بيسبورت حاجة اسمها الفي تي بي، وهشرحها لكم في 5 دقايق كده، مش علينا بس هشرحها لكم في 5 دقايق. تمام؟ أول ما أخلص الفيلان. طيب التاني ده اسمه ايه؟ اسمه الاكستندد رينج.
تمام؟ يبقى ده نورمال، ده ايه؟ اكستندد. بيتخزن في ملف برضه اسمه فيلان دوت دات، بس موجود في الان في رام وما بيسبورتش الفي تي بي. يعني ايه الفي تي بي؟ هشرح بعدين ان شاء الله. في تي بي ده مين؟ احنا قلنا كل فيلان بيبقى لها نمبر ولها ايه؟ البورت. كل البورتات بتاعت السويتش موجوده باي ديفولت جوه فيلان اسمها الفيلان واحد. وعشان كده لما كنت توصل اي جهازين يكلموا بعض عادي جدا، لانهم موجودين كلهم في نفس الايه؟ الشبكه. الشبكه. يبقى كل باي ديفولت اهو، باي ديفولت اول سويتش بورد، كل البورتات بتاع السويتش ار ا ممبر ان ديفولت فيلان كولد ايه؟ فيلان واحد. وعشان كده لما جيت اقول لك اعمل فيلان بقى منين؟ من اثنين، لان فيلان واحد متكريته باي ديفولت وما تعرفش تغير فيه. اهو بص كده يا عم، يعني انا لو دخلت دلوقتي هنا وقلت له شو فيلان بريف، الله، هلاقي في فيلان اسمها فيلان ايه؟ ديفولت، والنيم بتاعها ديفولت، موجود فيها البورتات كلها. وعشان كده لما توصل اي جهاز في اي بورت كان بيعمل ايه؟ هما في نفس البرودكاست كانوا يلقطوا بعض، ما هو نفس الشبكه. يجي لك في الامتحان يقول لك عدد الفيلان اللي متكريته باي ديفولت على السويتش كام فيلان؟ خمسه، اللي هي الفيلان رقم واحد، واربعه فيلان احنا حاطينهم للتكنولوجيا القديمه عشان السويتش يعرف يكومباتبل مع الايه؟ مع الناس اللي عندهم اجهزه من زمان شغاله اف دي اي والكلام ده. تمام. تيجي نكريت فيلان. طب انا لما كريت فيلان واحط فيها بورتات انا كده بعمل ايه؟ باخد البورتات من الفيلان اللي رقمها واحد واحطها في ارقام تانية. الله يكرمك. بس مش هتكون موجوده في واحد، مش هتكون موجوده في واحد خلاص. من واحد حطيتها في ارقام تانية وكده الفيلان واحد ما ينفعش تتكلم الفيلان الثانيه، لان دي بقت شبكه ودي بقت شبكه، كان دي بقت سويتش وده بقى سويتش تاني. عملت حياتك. طب والسويتشات لما تيجي تتكلم مع بعضها عايزين لهم ايه؟ سويتشات لما تيجي تتكلم مع بعضها شبكه، شبكه ثانيه، عايزين يتكلموا مع بعضهم نجيب لهم مين؟ راوتر. راوتر. يا نهار ابيض، يعني الاثنين موجودين على سويتش نفس سويتش مش عارفين يكلموا بعضهم؟ انت قسمتهم يا عم. طب عايزهم يكلموا بعضهم نجيب لهم براوتر. يعني انا كاني عملت سويتش صور سويتشين كده. ممكن اجيب سويتش واحد قسمته اثنين او ثلاثه سويتشين ثلاثه. طب لو ما اجيب سويتشات لوحدها. الله يكرمك. بقى عندي الشقه دي هنا، دي فرع الشركه هنا في زايد، فيها ناس شغالين في الماركتنج وناس شغالين في المبيعات وناس شغالين في الاي تي. بدل لما اجيب كل واحد فيهم سويتش، جبت واحد وقسمته فبالتالي بقى هتعامل معاه على انه سويتشات كتير واعمل لهم راوترات كانهم شبكات. بالظبط. يعني هو بسويتش واحد وفرت ايه التكاليف؟ سويتش واحد فليكسبل. فليكسبل يعني ايه فليكسبل؟ يعني يا عم هو هنا في الشركه ما فيش غير اتنين شغالين في الاي تي هنا في زايد، اجيب لهم سويتش لوحدهم ليه؟ احجز لهم بورتين دول تبع الاي تي، وخمسه المبيعات هم الخمسه بتوع المبيعات احجز لهم الخمس بورتات. سويتش واحد بقى. اجيب روح اجيب سويتش فيه 16 بورت ولا 24 بورت ليهم ليه؟ الاثنين دول ليه؟ تستاهلوش. صح كده؟ تمام. رقم يا عم. تعالى بقى نشوف نكريت الفيلان. انا هكريت لكم 3 فيلان، السويتش بتاعي هكريته فيه 3 فيلان. هذا السويتش اهو. هنقسمه لفيلان الرقم بتاعها 10، فيلان الرقم بتاعها 20، فيلان الرقم بتاعها 30. دي هسميها المبيعات، دي هدي لها اسم الماركتنج، دي هدي لها اسم الاي تي. ده هحط فيه بورتات من 1 ل 5، ده هحط فيه بورتات من 6 ل 10، ده هحط فيه بورتات من 11 ل 15. كل فيلان بتعتبر شبكه منفصله، يبقى كل فيلان عايز لها نتورك اي دي منفصل. نتورك اي دي منفصل يعني رينج من الايبات منفصل. حلو؟ ها؟ حلو كده؟ يعني الأجهزة دي سبنت أو الأجهزة دي نحط لها 1.0، الأجهزة دي نحط لها إيه؟ 2.0. سبحان الله، أهو ده اللي إحنا كنا بنقول عليه ما ينفعش زمان. اشتغلت راوتر خلاص. كأنهم 3 سويتشات منفصلين. ولما يجوا يتكلموا مع بعضهم الثلاثة
عايزين لهم راوتر يعني انا احط يحصل راوتينج ده وده راوتر وده راوتر لا او نجيب راوتر واحد ونكلمهم ونخليهم التلاته يتكلموا هناخد منه تلات وصلات يا لسه بقى نشوف بقى وقتها ان شاء الله اول ما اخلص البارت ده نصلي ونخش بقى على الموضوع التاني اللي هو الانتر فيلان ازاي نخلي الفيلانز المختلفه تتكلم بعضيها ماشي الكلام لحد دلوقتي ماشي الكلام لحد دلوقتي ها انا عايز اعمل ايه ثلاثه فيلانز على سويتش واقسم البورتات بتاعتي واحط كل الفيلانز ايه البورتات بتاعتي هنقسم الفيلانز ازاي اولا هنحط النمبر ثانيا هنعمل النيم ثالثا هنعمل ايه هنحول البورتات الاول لاكسس ده لازم وبعدين نقصينه للايه تو فيلان يبقى انا عندي كام خطوه دلوقتي اخر واحد ليه هشيل البورتات من الفيلان واحد او اديها لمين الفيلان الجديد عشان عايز اخد واحد خمسه احطهم فيلان 10 هو ده يعني هنشيل من واحد نحطه في الله يكرمك ولا هتاخده من خمسه وبرضه منظمين في واحد لا لا اللي انت شايفه لا صح آه. يبقى ده ايه موف فروم طب الاي دي اي دي واحد تو مين تو مين تو نيو فيلان ايوه كده تعالى كده اول حاجه هناخدها عندنا هنا دلوقتي اهو اول حاجه يا شباب هناخدها في الكريته بتاعه الفيلان اول حاجه ان انا كريت الفيلان واحط لها نمبر ازاي بكريت الفيلان واحط لها نمبر وعرفت الارقام من 1 لحد 40 96 ومقسومين حتتين من 1 لحد 1005 ومن 1006 لحد 40 96 خلاص ودول الفرق ما بينهم والفرق ما بين دي صح كده تعال ازاي نحط لهم بقى رقم اهو هاجي على السويتش اهو كونفيجر تيرمينال هقول له فيلان رقمه كام 2 ما ينفعش اعمل فيلان واحد من كريتها صح كده النيم بتاعها اسميها سيلز اهو كده كريت الفيلان ده واحد اتنين عايز احط فيها بورتات اكزيت الاول وبعدين انترفيس رينج فاست من زيرو على واحد لحد كام انا عايز احط فيها كام بورت هنا احنا كريتنا ولا غيرنا انا كريت بس اهو اهو فيلان اتنين نيم سيلز بقى زود على ده مين فيلان اسمه موجود اصلا مشغول فيه خمسة خمسة بس ارقامهم كام 1005 و1004 و1003 و1002 و1 انا عملت فيلان رقمها اتنين يعني من اتنين لحد 1001 ده مفيش كريت زي ما انت عايز بقى فيه لازم ماشي والرينج ده كله اسمه ايه يا ميدو النورمال رينج من الواحد لحد 1005 من 1006 ل 40 6 الله يكرمك وصلت يبقى 2 ده رقم الفيلان الجديده اما الخمسه دول واحده واحد واحده 1002 و1003 و1004 و1005 حلوه ولا ايه ركز معايا بقول لك ايه بقول لك ايه معايا احنا كنا بننام زمان كان في الشتاء لا ما دخلنا الشتاء يا رب نخلص ناخد الشتاء رب نخلص لما نيجي الشتاء تاني رخ ميدو كورسين ورا بعض ما نكملهمش احنا نكملهم ثلاثة طيب نحولهم الاول لاكسس بقى سويتش بورد كلهم مود اكسس من واحد لخمسة هو فين بالرينج صح كده؟ تمام احطهم في الفيلان سويتش بورد اكسس فيلان رقمها ايه يا باشا؟ اثنين بس هو مش المفروض ان انت كنت عاملهم اكسس اصلا الاول؟ بس انا بقول لك عشان تورينا بالخطوات حلو الكلام لو جينا دخلت دلوقتي وعملت شو فيلان بريف هنلاقي ان فيه من واحد لخمسه دخلوا مع بعض ناقصين فوق في شبكه جديده انضافت جوه السويتش برودكاست دومين جديد جوه السويتش صح من واحد من كام من واحد لخمسه اروح اكريت فيلان ثلاثه وفيلان اربعه طب انا ممكن احط فيلان 10 اي المشكله حط اي ارقام انت عايزها لا عايز تمام طيب يا عم نعمل اهو كونفيجر تيرمينال وانا ممكن اعمل فيلان عشان واحد بس عشان بورت واحد بس ممكن اعمل فيلان وما احطش فيه بورتات مفيش موظفين شغالين في الاي تي هنا تمام فانا بعمل الفيلانز بتاعتي العموما اللي في الشركه كلها بكريت على كل السويتشات
بس مش حاطط له بورد، ما فيش موظف، ده قسم مبيعات شبابيك بتاع المبيعات بتاع الشركه وكلهم شغالين في المبيعات. فالفيلانز الثانيه اللي موجوده فاضيه. حلو تمام. اصل هقول لك كمان حاجه شويه، كمان شويه يعني مش انا جوه الكورس على اساس ان بس انا ممكن اقولها لك، ان انا لو عندي مثلا 20 سويتش متوصلين ببعض، هو انا هروح على كل سويتش واكرت عليه الفيلانز بتاعتي؟ بحدد واحد فيهم اخليه ماستر وكرت عليه الفيلان وهو وهو يدي الباكل. زي مره بمناسبه الموضوع ده كان في معرفش سؤال جه في واحد في الانترفيو بيقول له انا عندي 30 كمبيوتر وعايز انزل عليهم كلهم الويندوز، اعمل ايه؟ عادي جدا. ايه بقى؟ دومين وايش حياتك؟ في حاجه اسمها ويندوز ديفلوبمنت سيرفيس. ما هو كان ده قال له بقى، ده بيقول له اخد السي دي واقعد الف على 30. لا لا، في حاجه في ويندوز سيرفر، في كورس الويندوز سيرفر ام سي سي، حاجه اسمها دبليو دي اس، حاجه اسمها ويندوز ديبلويمنت سيرفيس. هو كان حاجه نفس كده برضو، واحد ويكوبي للباقي بقى يعيش مع الباقي. بيقول لك اخد السي دي واقعد على 30 واحد. ياخد اضعف الايمان، لو كانش واخد كورس ام سي سي كان الله عمل نسخه اكرونس باك اب ولا اي حاجه عمله بسرعه. ايوه ايوه كده. هو كده، هو كده يعني، ده الف بي اي تي يعني. انت كنت هتقول يا باشا؟ يلا يلا يا باشا. 25 نسخه اللي عايز ياخدها خدها. الفيلان الثاني هيبقى فيلان كام؟ 3. النيم بتاعها ايه؟ النيم بتاعها مارك، ماركتنج اكزيت. هنضيف فيها بورتات، هنضيف فيها بورتات انترفيس رينج فاست. فين انا مش عايز رينج، عايز احط مثلا 12 و17 21. شغال يا عم، شغال. كل البورتات الجديده بتقبل كده. زيرو على كام يا باشا؟ انت بتقول على زيرو على كام؟ زيرو 12 على 12. وبعدين كوما كام؟ و17. كوما كام يا باشا؟ وكام؟ و19 و11. في حاجات بتقبل كده تمام، ولو ما قبلش معاك كده في سيمي كولون، بس مش عارف الباك ترسل يقبلها ولا لا. يعني في الحقيقه في الريال تايم بيقبلها اهو، لا كوما لا سيمي كولون تمام. في الريال تايم يعني في السويتشات الحقيقيه بتقبلها اللي هم متفرطين تمام. طيب بس انت عشان كاتب رينج صح؟ ما هي المشكله، ما هو رينج باف، ما بعمل رينج فاست طيب انا زيرو على كام بقى؟ زيرو على 6 لحد كام؟ لحد 10. سويتش بورد مود ايه يا شباب؟ اكسس. سويتش بورد اكسس فيلان كام؟ سويتش بورد اكسس اهو فيلان 4. سويتش بورد مود اكسس، ماشي. سويتش بورد مود اكسس، سويتش بورد اكسس فيلان 3 بقى. احنا بنتكلم 3 لسه تمام. اكزيت، وبعدين اروح اعمل ايه تاني؟ فيلان 4. هسميها ايه فيلان 4؟ هسميها النيم بتاعها اي تي. اكزيت انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على كام؟ ها؟ من 0 على كام؟ 0 على 11 لحد ال 15. سويتش بورد مود اكسس، سويتش بورد اكسس فيلان كام؟ فيلان 4. لازم امشي بالترتيب 1 2 3 لازم في الفيلانز يعني ولا الخطوات دي؟ لا في الفيلان. اعمل الثانيه لا طبعا عادي يعني. عادي طبعا طبعا، مش متقيد انا ب 1 2 3 لا لا خالص خالص. فيلان 10، فيلان 20، فيلان 30. كنت عايز اعمل كده، ما انا كنت عايز اعمل كده تمام، مش مشكله خالص. خلاص لو جيت عملت دلوقتي شو فيلان بريف هلاقي ايه؟ هلاقي السيلز، هلاقي الماركتنج، هلاقي الاي تي. خد بالك الاجهزه اللي هتتوصل هنا ملهاش دعوه بالاجهزه اللي هتوصل هنا، ملهاش دعوه بالاجهزه اللي هتوصل هنا. شكرا. كله فاصل شبكات لوحدهم. كل واحده من دول شبكات لوحدها. طب تيجي نجرب، تيجي نجرب يا عم. الثلاثه دول همت، دول ايه؟ مبيعات يا ريس. دول مبيعات. وصل بقى دول يا ريس هنخليهم تسويق، دول يا ريس هنخليهم ايه؟ اي تي. خد بالك احنا قلنا كل فيلان لازم يكون لها ايه؟ اي دي. يعني انا السيلز هحط لها من الشبكه دي، من الرينج ده 192 168 1 0 اهو. الشبكه الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي المارك، هحط الاجهزه اللي فيها من 192 168
2 0. الشبكه الثانيه اللي هي الاي تي هحط لها من الرينج من 192.168.3.0. تمام. تعال بقى نوصل كده. ادي الاجهزه اهي بتاعتي، ادي الكابل، لو انت عايز الكابل يبقى معاك على طول دوس كنترول اهو. هي الاي هي الماركتنج بديل ده جاي من 6 اهي، 6 و7 ماركتنج مثلا اهو، صح يا باشا كده ولا ايه؟ طب الاي تي بديتها من كام؟ 11 اهي اهي. البورت بتاع السويتش المفروض ان هو بيقعد 30 ثانيه، من 30 ل 50 ثانيه مظلم كده. هناخدها ان شاء الله في سويتشنج حاجه اسمها السبانينج تري. عايز شغال على طول في حاجه اسمها فاست فورورد، بينورهم لك على طول يعني بدل ما تقعد تنتظر. تمام. تعال نحط الرنجات دي من الواحد صح؟ طب الرينج ده من 2، يعني هاجي هنا اقول له ايه؟ 192 168 25 2 2 مثلا، ايا كان بقى يعني اهو صح؟ والراجل اللي بعده في نفس الشبكه 2 3 وهو معاه في الماركتنج التسويق اهو، كنترول في 2 كام؟ 3 صح؟ الراجل اللي بعده كام؟ 3 2 صح كده؟ هو لازم اخليهم في نفس الشبكه؟ ما ينفعش اقلب فيها؟ لا طبعا لازم في نفس الشبكه طبعا، ده بتاع نتورك. دي شبكه 3 اهو ودي شبكه 4. الشبكه 3 برضه لان معانا في نفس الشبكه اهو اهو. يبقى دول في شبكه 1، دول في شبكه 2، دول في شبكه كام؟ 3. عايزين ده يكلم ده. مش عارف اهو، كان في زمان وخلص صح كده اهو. عايزين ده يكلم ده. لازم راوتر، لازم لير 3 ديفايس، لازم جهاز لير 3، لا راوتر لا سويتش، لير 3 بيفهم اي بي. انما السويتش النضاره بتاعته ما تشوفش اخر اخرها مين؟ الماك، ما يطلعش من بودكاست المهم بتاعه. طب ده بقى على كده ده يكلم ده في نفس الشبكه عادي؟ طبعا يا باشا يا باشا، هو يا باشا رايح جاي يا باشا. يا نهار ابيض، طريق سهل ده. اخويا ده، اخويا اللي جنبي وده اهو يا باشا اهو حبيبي اهو. شفت الرساله في الاولاني بودكاست ازاي؟ اهو عشان يشوف الماكات والمعرفش ايه اهو يا باشا. ده يكلم ده زي الفل شغال، انما يكلموا بعض لا لا. تعالى عشان في حطينا الفيلان والبورتات حد نصلي بس المغرب كده ونكمل. ايوه ممكن اقفل بس اوقف بس ونكمل تسجيل عليه. تمام. خليك بقى معايا، سيبك بقى من الكلام ده، ارمي بقى الحاجات دي. يبقى عندنا 3 فيلان وهنا 3 فيلان، دي في مبنى وده في مبنى، ده في دور وده في دور. عايزينهم يكلموا بعض. انت عارفين لو عايزينهم يكلموا بعض ايه اللي المفروض يحصل؟ ناخد كابل من فيلان 10 مع الفيلان 10، ناخد كابل من فيلان 20 مع الفيلان 20، ناخد كابل من فيلان 30 مع الفيلان 30. فاقول لك الكلام ده ده ما ينفعش. امال نعمل ايه؟ قال لك اعمل بورت ترانك هنا وبورت ترانك هنا، ووصل الاثنين مع بعض بكابل كروس. تمام. نوع الكابل ده ايه؟ كروس، وشغله ترانك. الترانك بروتوكول جاي من السنترات القديمه، ما اعرفش انتوا فاكرينها ولا لا، صغيرين شويه عن الكلام ده. ترانك بروتوكول كان لو سنترال القاهره عايز يكلم سنترال طنطا، كان هنا في 2000 خط وهنا في 2000 خط وما بينهم مثلا 100 كابل. فبيخلي 2000 خط دول يكلموا ال 2000 خط دول، ولما كنت تيجي تطلب بره المحافظه تتصل الاول بالسنترال تدي له الرقم يطلب لك بره المحافظه. فالترانك لينك جاي من هنا، جاي ان هو كابل واحد شال الترافيك بتاع كل الفيلان وقدها النعمه الثانيه. بس مين اللي شبهه؟ اللي شبهه ازاي؟ يعني ال 10 هي اللي تكلم ال 10، ال 20 تكلم ايه؟ 20، ال 30 تكلم ايه؟ 30. ده فايده مين؟ الترانك مجمع دول على كام كابل؟ كابل واحد. ده هيفهم ازاي؟ اما اقول لك الترانك بروتوكول بقى. بروتوكول. طب امال لو انا عايز الفيلانز المختلفه تكلم بعضيها؟ راوتر. انما ده بيخلي ال 10 تكلم ال 10، بيخلي المبيعات يكلم زميله. تمام. بس على سويتش تاني.
الترانك بروتوكول في نوعين اتنين من الترانك بروتوكول. في واحد اسمه ISL بتاع سيسكو انتر سويتشنج لينك، وسيسكو الحمد لله ثابته بقى اوبسليت، ما عادش حتى مستخدم. كان بيضيف لك على كل فريم طالع ما بين السويتشات 20 بايت، فلو اوفر هيد زياده. الاي تريبل اي عملت بروتوكول اسمه اي تريبل اي 802.1 كيو، ده بيشغل كل السويتشات سيسكو ونون سيسكو. ده راوتر 802.1 كيو، ده مش راوتر، ده اسم البروتوكول اللي بيشتغل بين السويتشات 1 كيو. تمام، ده بيضيف لك على كل بورت كام بايت؟ 2 بايت. ده اللي شغال باي ديفولت دلوقتي، ده اللي شغال بايه باي ديفولت دلوقتي على السويتشات سيسكو. بيعمل ايه الترانك بروتوكول ده؟ بيعمل ايه؟ سيبك من الكلام ده. بص يا سيدي، الترانك بروتوكول بيعمل حاجتين اتنين، حاجة اسمها تاج وحاجة اسمها ان تاج. ان ايه؟ ان تاج. حضرتك عندك كده الفيلان 10، وحضرتك عندك كده الفيلان ايه 10، وهنا ترانك وهنا ترانك. يجي الفريم طالع هنا، هذا الفريم اهو، يبقى له هيدر صح؟ يوم ضايف الهيدر ده 2 بايت، وحاطط فيه ال 2 بايت دول الفيلان اي دي، رقم الفيلان اللي هو طالع منها، حط ستيكر كاتب عليه ان ده طالع من الفيلان 10، ومشي الفريم ده ايه بالتاج بتاعه بالستيكر انت حطيته. انا بتبعت شرحنا ورايح لمين؟ للبورت التاني. البورت التاني شغال عليه ترانك برضه، يبص هو ده جاي منين؟ من الفيلان 10. يقوم شايل التاج اللي هو حاطه، يقوم عامل ايه كده، بيعمل تاج. التاني يوم عامل ايه؟ ان تاج ريموف الايه التاج الاثنين بايت، يوم شايل التاج وبعته لمين؟ للفيلان 10 بس. كانك بتشحن حاجه دولي ولا صح كده. يبقى واحد بيحط تاج والتاني بيحط بيعمل ايه؟ بيشيل التاج. لا، كل الفريمات اللي ماشيه على الترانك بورد بيبقى محطوط لها تاج. تاج يعني ايه ميدو؟ محطوط فيها رقم الفيلان اللي هي طالعه منها. يبقى اول الاثنين بايت اول ترافيك ثرو اللي موجوده اون ترانك لينك، تمام كده، از تاجد ال اكسبكت النيتيف ترافيك اوف نيتيف فيلان. هشرح دي بقى شويه، كمان شويه هشرحها لكم دي. الا الترافيك بتاع حاجه اسمها نيتيف فيلان، يبقى اي ترافيك طالع ما بين الترانك معمول له ايه؟ معمول له تاج. طب تيجي نجربها هنا عملي، نعمل سويتشين ونعمل عليهم 3 فيلانز اللي عملناهم، ونحط شويه اجهزه 7 على 10 وال 20 وال 30 ونخليهم يكلموا بعضهم. يلا كده هنيجي اهو، سيبك من ده خالص. تمام اهو، ادي السويتش الاولي بتاعنا اهو زي ما هو، وده الفيلان 10 او فيلان 2 قصدي، وده الفيلان 3، ودي الفيلان ايه 4. هروح جايبين سويتش تاني اهو، وهحط جهاز تبع الفيلان 10 او فيلان 2، وجهاز تبع فيلان 3، وجهاز تبع مين؟ الفيلان 4. حلو، حلو الكلام. واروح جاي موصلهم ايه مع بعض كده، بس احنا لسه ما كريتناش الفيلان، كريته. خش كده على السويتش اهو سي ال اي. يا عم ده السويتش مش راضي يحمل، حد يقول لي ايه المشكله هنا؟ السويتش مش راضي يحمل اهو، ميدو راح البيت السويتش بتاعه مش راضي يحمل. ما عرفش حاجه. لا اصل ميدو في السيميوليشن، السيميوليشن ده ما تكتبش فيه كوماندات ومين اهو بدا يحمل اهو. تمام تفرق بقى ازاي بتفرق؟ لا مش خالص فاهم. خلينا هنا هنا اصل ميدو هيقوم ياكل كل دلوقتي حالا. انيبل كونفيجر تيرمينال في لان، احنا كنا عاملين رقمها كام هناك؟ 2 صح؟ نيم مش مهم النيم، سيلز اهم حاجه الرقم. اكزت
VLAN رقمها كام؟ 3. النيم مارك اكزيت VLAN رقمها 4. النيم اي تي. انا كده كريت الفيلان 3 فيلان بس فاضيين، تعال نحط فيهم بورتات بقى. واحنا ممكن ينفع نكريتهم كلهم وبعدين نحط فيهم بورتات كلهم؟ اه ينفع، او ينفع نكريتهم واحده واحده ونحط فيهم بورتات واحده واحده. تمام، تعال نحط بقى اكزيت انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على 1 لحد كام؟ 5. وهو لازما طالما حاطط الفيلان 2 هناك 0 على 1 على 5، احط ان 0 على 1 على 5 شرط. لا لا، بس الرقم واي عدد من البورتات واي ترتيب. تمام، السويتش بورت مود ايه؟ اكسس سويتش بورت VLAN رقمها كام؟ سويتش بورت اكسس VLAN اللي رقمها 2. اكزيت انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على 6 لحد كام؟ لحد 10. سويتش بورت مود ايه؟ اكسس سويتش بورت اكسس VLAN كام؟ VLAN 3. اكزيت انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على 11 لحد كام؟ لحد 15. سويتش بورت مود ايه؟ اكسس سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس VLAN كام؟ تبقى صعب قوي لما يكون واحد مش مع دول. اكسس VLAN كام؟ VLAN 4. VLAN 4. تمام، اكسس VLAN 4 صح كده. لو جينا عملنا شو VLAN بريف، شو VLAN بريف، هنلاقي ايه؟ الدنيا اتقسمت عندي. الفيلان ده يعني اتخزن فين؟ الفيلان دوت دات الفلاش بتاع السويتش. تمام، انت ما عندكش كيبورد يو اس بي يا احمد؟ مش موجود. تمام، ها خلاص كده يا جماعه. طيب تعالى بقى كده نوصل الاجهزه. ده جهاز تبع السيلز يبقى في الرينج بتاع السيلز، ده جهاز تبع الماركتنج يبقى في الرينج بتاع مين؟ الماركتنج اللي هو بدايته من 6. ده جهاز تبع الاي تي يبقى في الرينج ان هو بتاع مين؟ بتاع الاي تي اللي بدايته من كام؟ من 11. اللمبات مظلمه لمده 50 ثانيه مش هستناهم، يبقى فاست ايه؟ فورورد تايم. احط لهم ايباد، ده احط له اي بي من 1، ده احط له اي بي في الرينج 2، وده احطه 3. طب تعال نحط اي بي. هو الاجهزه كانت هناك كام؟ 2 2 2 3 2 4، يبقى ده 2 5 او 2 6 او 2 7 او 2 10، بس اي حاجه واحد يعني صح؟ اهو 168. ليه طيب؟ طب ليه ما حطهم نفس الاي بي؟ 1 10. مش دول بقى شبكه واحده؟ صح؟ شبكه واحده. ازاي احط 1 2 وهو محطوط هنا معاه في نفس الشبكه؟ مش كانهم على سويتش واحد؟ ماشي. اه بس انت فاصلهم لسه يعني. فاصلهم ازاي؟ اه هنا فاصلهم، مش انما لما احط ترانك ينفع ده يكلم ده لو هو نفسه ولا نفس الاي بي؟ لا. تمام، احمد بيكلم نفسه صح؟ ليه؟ احمد الفنان بيمثل احمد ال طيب 11. طب ده شبكه كام؟ 2 صح؟ هنا 2 2 هنا 2 3، يبقى ده 2 كام؟ 4 اهو 192. ما هو دي فايده الاي بي بقى، ان احنا نحط ايبات مختلفه 2 4 بس معاه في نفس الشبكه. طب ده 3 3 2 3 3 3، يبقى ده 3 4 مثلا او 3 5 اهو. كده مش هيتكلموا مع بعض، لازم اجيب ايه؟ ترانك بقى، كابلو كروس ونوع ترانك. تمام اهو، هحطه مثلا في 0 على 24. طب الترانك ده هيبقى تبع انهي فيلان فيهم؟ واحد ومش شبه حد. اول ما تخليه ترانك يبقى مش شبه حد، بس هو في الاول لو انت ما حولتوش لترانك هو تبع مين؟
فيلان واحد. حلو اهو اهو. يعني هو دلوقتي يعرف ينقل الترافيك؟ حد يقول لي هو ده ينفع ينقل الترافيك؟ لا ليه؟ نعمل له عشان نعمل له. طب انا لو ما عملتوش ترانك يبقى نوعه ايه؟ واحد اكسس. صح. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ هات يا عم الجدول ده. شايف هو الديفولت بتاع دايناميك ايه؟ اوتو. والديفولت التاني دايناميك ايه؟ اعمل له اكسس. ايوه اكسس. انت عارف هو يقدر ينقل الترافيك بتاع مين بس؟ بتاع فيلان واحد. الايه؟ ينقل الترافيك بتاع فيلان واحد بس، لانه باي ديفولت تبع فيلان واحد. يبقى فيلان واحد لما تيجي تكلم فيلان واحد شغال. اما فيلان ثانيه يجي يكلم فيلان ثانيه مش شغال، لازم أن يكون ترانك. اهو الفيلان ده عايز يكلم اخوه اهو اليمة التانية. يا نهار ابيض. شايف؟ شايف ايه اللي بيحصل اهو؟ ما عملش حاجة اهو. ده عايز يكلم اخوه اهو يا عم التانية اهو. اخوه والله اخوه اليمة التانية راح عمل برودكاست على الناس اللي معاه وما عداش حتى من الترانك، لان ده اصلا مش ترانك، ده ايه؟ اكسس. يبقى الترانك فايدته ان هو يشيل الترافيك بتاع كل الفيلانز. الترانك يشيل الترافيك بتاع كل الفيلانز دي الاول ودي اللي بعديه. تمام. الترانك يشيل الترافيك بتاع كل الفيلان. ازاي احول البورت لترانك؟ بص يا عم قدامك كذا اوبشن، لا اما تروح لواحد فيهم تخليه دايناميك ديزايربل، يبقى دايناميك ديزايربل والدم دايناميك وتبقى ايه؟ ترانك. لا اما اروح اخليهم الاثنين ترانك ولا دماغي. ازاي بحول البورت بتاع الترانك؟ اهو بخش جوه البورت الايه؟ نكتب نكسس على الاكسس على ديه ونقول له البورت بالظبط اهو. اخش جوه البورت اهو انيبل انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس واسم الانترفيس فاست ايه؟ زيرو على كام؟ على 24. سويتش بورت مود ايه؟ صح؟ مو ترانك. تمام؟ تمام اهو. واروح اليمة التانية اخوه اليمة التانية خليه برضو ترانك. لا بس ها؟ او ممكن اسيبهم على كده. هو هيجل. يبقى ترانك وديناميك اوتو شغال صح؟ صح. يلا يا عم. طب تعالى نخليهم ينقلوا كده. يلا يا باشا. يلا يا باشا. شفت المشاكل اللي بتحصل؟ المشاكل اللي بتحصل ان انا ما كنتش قاربهم ترانك الاول فمش هينقل معاك. فلما اديتك الجدول اللي هو بتاع الدايناميك ترانكينج بروتوكول قلت لك لازم أن يكون ده ترانك ده ترانك او دايناميك اوتو مع اي حاجه بيقلب، يعني دايناميك اوتو مع دايناميك زيرو يقلبوا ترانك، دايناميك اوتو مع دايناميك ديزايرب مع دايناميك زيرو يقلبوا ترانك، دايناميك اوتو مع ترانك قدامه يقلب ترانك. تمام. ونبقى ميدو بيصور لنا البتاع ده وحطه على النت الجدول والبتاع ده. خلاص تمام. تمام خلاص، لانه مش هيبقى باين معانا فين في الشاشه صح كده، او ممكن نعمله كده اهوت يبان معانا في التسجيل عشان ما تتلخبطوش اهو. لو انا جبت جدول اهو 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 هنا هو الدايناميك ايه؟ دايناميك ديزايربل، وهنا دايناميك اوتو، وهنا ترانك. زود كمان كولم كده، انسرت كولم تو ذا رايت اهو، وايه؟ واكسس صح. وبعدين دايناميك ديزايربل، وبعدين دايناميك اوتو، وبعدين ايه؟ ترانك، وبعدين اكسس اهو. الاثنين يقلبوا مع بعض ايه؟ اوبريشن ترانك. ده ايه؟ ده ايه؟ طب ده اكسس. طب ده ترانك. ترانك ها ده ده اوتو مع اوتو الاثنين باسف ما حدش فيهم هيعمل حاجه. اكسس صح. ده الوضع الديفولت بتاع سيسكو صح كده اهو. ده الديفولت بتاع سيسكو صح الكلام. دايناميك اوتو مع ترانك يديني ايه؟ ترانك. دايناميك اوتو مع اكسس يديني اكسس. طب ترانك مع دايناميك زيرابول. طب ترانك مع دايناميك اوتو. ترانك. طب ترانك مع ترانك. طب هنا ليميتد مش هيشتغل هنا خالص، في مشكله. اكسس مع اي حاجه اكسس. ما هو واحد سعيد ترانك وواحد سعيد قدامه اكسس، يعني مشغله ازاي؟
انت بتقول انا اكسس وهو بيقول لك انا ترانك، مين اللي فيكم؟ مفيش صح؟ هو كل واحد متثبت برايه. هنا في ايه؟ مشكله ليميتد. طب والعمى في الحاله دي؟ تقلب واحد فيهم انت بايدك. تمام؟ ها اكسس مع اكسس اكسس. الوضع بتاعنا كان عشان مش راضيين، كان دايناميك اوتو مع مين؟ مع دايناميك اوتو، فكان اكسس. فرحت ميدو قال لك ايه يا عم اقلب لي واحد منهم ترانك، فبقى دايناميك اوتو مع مين؟ مع ترانك، فاداني ايه؟ ترانك. تمام؟ حلو قوي الجدول ده. ها طيب تيجي نجرب الراجل ده، الراجل ده اهو، الراجل ده اهو عايز يكلم الراجل ده، الراجل ده عايز يكلم الراجل ده. لا ما يعرفش يكلم، شبكه مختلفه. طب ممكن يكلمه ما هو معاه في نفس السويتش اهو، يعني ده يكلم ده برضه. لا صح صح. روح حلو الكلام. حلو الكلام. ها تعال نشوف بقى دلوقتي اللود. يا عم ارميه يا عم، ارميه يا عم بقى، بدل ما تقعد كل شويه ان هو علق اصلا. ذنبهم الناس اللي هتتفرج على الفيديو يشوفوا ان دي بتاعتك دي. الترانك بورت بقى، الترانك بورت باي اللود باي ديفولت كده اللود لكل الفيلان. يعني لو عندك 10 فيلان هنا و10 فيلان هنا يخلوهم يكلموا بعض. بس انا ممكن اتحكم فيه، اقول له والله ما تخليش غير الفيلان الاولانيه هي اللي تكلم الفيلان الثانيه. فيلان اولانيه يعني واحد يكلم واحد، اثنين يكلم اثنين، ثلاثه يكلم ثلاثه. طب فيلان اربعه ما تخليش يكلم من فيلان اربعه اللي موجودين هنا الثانيه. مزاجي انا اتحكم في الترافيك اللي يطلع عليه. طيب انا لو جيت دلوقتي دخلت جوه السويتش ده دلوقتي اهو وقلت له ايه؟ قلت له شو فيلان بريف، شو فيلان بريف. فين الزيرو على 24 احنا عاملينه ترانك؟ موجود في انهي فيلان؟ ولا لا 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 فين؟ ما هو بقى ترانك دلوقتي. ما في الالف واحد هنا؟ ما هو في واحد ده كان قبل ما يبقى ترانك لما كان اكسس. خلاص ما بقاش. انما دلوقتي بقى ترانك بقى تبع حد؟ لا. بقى تبع كله. ما يبانش هنا. شو انت؟ اللي هو هو كان فاست كام؟ 024. ما فيش هنا ده. ما فيش. في الفي 1. اهو 0 على الفي 1 اخر 023 اهو. ال 24 راح. تمام؟ طب اشوفه فين بقى؟ في كوماند اسمه شو انترفيسز ترانك. ده يطلع لك كل الفيلانز اللي عندك، يقول لك 0 على 24 شغال. شغال بروتوكول اسمه ايه؟ 802.1 كيو. الستيت ترانك. النيتف فيلان رقمها ايه؟ لسه ما خدناش النيتف فيلان. حلو؟ حلو الكلام. البورت الاود 0 على 24 الاود لكل فيلان 1 و2 وايه؟ يعني كل الترافيك بتاع 1 و2 و3 و4 بيعدي من على الترانك ده. طب انا عايز اشيل الترافيك بتاع 4 اخليه يعدي 1 و2 و3 بس. هتلاقي مكتوب ازاي بقى؟ تعالى نشوفها مع بعض بقى. نعمل كونفيجر. ها كونفيجر تيرمينال اهو. كونفيجر تيرمينال. انا عايز اتحكم في الترافيك بتاع مين؟ انا عايز اتحكم في الترافيك بتاع مين؟ كونفيجر تيرمينال. انترفيس فاست 0 على 24. مش ده الترانك بتاعي اهو. هقول له سويتش بورت 0 على 4 لا ترانك. سويتش بورت ترانك اللود او فيلان اللود. اسف فيلان اللود الاول اللود فيلان. شوف كم كوماند بينكتب، شوف كم كوماند بينكتب هنا. لو كتبت له وورد يعني ايه؟ كتبت له كده سويتش بورد هياخد بالنيم ترانك. استنى بس كده. في اللود في لان قلت له 2 و3
كده هيمسح اللي عنده وهيخلي مين اللي يعدي بس؟ اتنين وتلاتة. تمام؟ طب كلمة فيلان بيجي بعدها اد. اد يعني ايه؟ يضيف على الرينج. يعني نقول له سويتش بورت ترانك الاود فيلان اد اربعة. يبقى ضاف لك على اتنين وتلاتة كام؟ اربعة. اربعة. فكتبت له اول. اول يعني ايه؟ اول يعني يضيف كل الفيلانز اللي موجودة. طب ما هي متضافة خلق. متضافة خلق. لو انت مش هتستخدمه عايز تضيفهم تاني يعني. اكسبت. يعني اضيفها كله مع عدد اللي بعديه. تمام؟ نون يعني هشيل لك كله. ريموف يعني هشيل لك واحدة من الليست. طب انا عايز اتنين وتلاتة بس اللي يشتغلوا. يبقى اللود فيلان اتنين كوما كام؟ بس خد بالك الكومان ده بنحط على الاثنين عند الاثنين ترانك، ما ينفعش يكون واحد كده وواحد كده. صح؟ كده كده يعني مثلا ايه؟ هو هنا الترانك ده بيألود كل الفيلانز. هنا انت مخليه بس يألود كام؟ اثنين وثلاثة. ينفع؟ يعني واحد هيعدي ترافيك بتاع اثنين وثلاثة يروح هناك؟ عادي. عادي. طب لو الترافيك طلع من أربعة مش هيعدي من هنا؟ لا. طب لو الترافيك جاله من أربعة من هنا مش هيعديه برضه؟ لا برضه. صح كده؟ فالمفروض أعمله عند ايه؟ عند الاثنين ترانك. لا ليه ما خصم مش هيعدي؟ ما هو مش هيعدي بس انا كده خدت ترافيك على الفاضي. ضيعت الباند ويث بتاع اللينك. صح كده؟ فالمفروض اجي هنا اهو كده واقوم عامله ايه؟ انيبل كونفيجر تيرمينال. يا عم انيبل الاول وانتر. ايه يا عم؟ انيبل وانتر كونفيجر تيرمينال. تمام؟ انترفيس فاص 0 على 24. تمام. وبعدين اعمل ايه كده؟ سويتش بورت ترانك الاود فيلان 2 و3. لو جيت عملت الكوماند اللي احنا عملناه من شويه اللي هو شو انترفيس ترانك، شو انترفيس ترانك، هتلاقي ايه يا معلم؟ 2 و3 بس اللي مسموح لهم يعدوا، اما 1 و2 اما 1 و4 مش مسموح له يعدي. بص كده نجرب كده. مش 4 كانوا بيتكلموا بعضهم دلوقتي؟ ادي 4 اهو عايز يكلم 4 اهو. يا عم عدي، عارف يعدي. بيجي عند السويتش. السويتش بيعمل فيه ايه؟ بيعمل له برودكاست في نفس السويتش. مش عارف يعديه اهو. وده بيروح عنده يقول ده مش ده جاي تكلمني، انت جاي تكلم حد تاني. طب لو حد في فيلانز مختلفة يعني تلاتة عايز يكلم تلاتة، تلاتة احنا سامحين لا تعدي. صح كده؟ اهي اهي يا عم اهي. تمام؟ طب تيجي نخليه يقلود قول تاني؟ بنخليه يقلود قول ازاي؟ خش على السويتش اهو. اهو سويتش بورت ترانك الاود فيلان اول. سويتش بورت ترانك الاود فيلان اول هنا اهو. كونفيجر تيرمينال وبعدين سويتش انترفيس وبعدين سويتش بورت الاود فيلان اول. كده هيعدي كله بقى. تعال نجرب كده. والله ده عايز يكلم ده. وماله يا عم ما يكلمه خصمه اهو. ده عايز يكلم ده. ماشي يلا يا باشا. يبقى انا ممكن اتحكم في الترافيك اللي ماشي على الترانك ولا لا. خليه يسمح لك. والترانك فيته ايه؟ بيخلي المتشابه يكلم بعضه. طب ودلوقتي انا عايز المختلف. المختلف يكلم بعضه؟ لا لسه هنقول عليه. ده درس لوحده اسمه انترفيلين. بعد ده على طول هنخش عليه. تمام؟ اللي هو الانترفيلين. ازاي نخلي الفيلانز المختلفه تكلم بعضها؟ ده عايزينها راوتر او لير 3 ايه ديفايس سويتش لير 3. حلو الكلام. انت عندك طبعا كيبورد يو اس بي. عندي. تبقى تجيبها بقى المره الجايه. ماشي خلاص عشان اعرف اكتب وانا قاعد كده. عشان اكتب. ماشي عشان ما عملتش كده. ولا اما كنت تتفرج لا اما نكتب. طيب انواع الفيلان بقى عندنا. انواع الفيلان. الفيلان تايبس. لو جينا بصينا على انواع الفيلان هنلاقي ايه؟
لو جينا هنا كده ما ما بيقول هم نوعين. لا ده لما اجي خريته اما اجي اعمله اللي هو بيسموه دايناميك وستاتيك. اما بقى انواع الفيلان، تعال نشوف انواع الفيلان عندنا قد ايه. فين يا عم الشجره اهو؟ الشجره دي يا عم، الشجره يا عم، انا مش عارف انت ملخبطني ليه ميدو خالص. انواع الفيلان، التايبز بتاع الفيلان بقى، التايبز بتاع الفيلان. اول نوع عندنا اللي هو الداتا فيلان. الداتا ايه فيلان؟ الداتا فيلان اللي هو ايه بقى ميدو؟ اللي هو 20 و30 و2 و3 و4 اللي هي بتاع اليوزر. وما ينفعش اليوزر، جهاز اليوزر يكون موجود في اتنين داتا فيلان. يعني ينفع يكون موجود مع المبيعات ومع الماركتنج ايام بدورين؟ لا، هو البورت بيبقى لا عضو في اتنين لا عضو في تلاتة، لا عضو في واحد. يبقى ما ينفعش البورت بتاعي يكون ايه؟ عضو في نفس الفيلان في نفس الوقت، نفس الداتا فيلان في نفس الوقت. ده بسميه داتا فيلان. طيب الفيلان اللي بعد كده بسميها النيتف فيلان. النيتف ايه؟ فيلان. النيتف فيلان دي الفيلان اللي الترافيك بتاعها بيعدي من على الترانك بورت من غير تاج، من غير ما الراجل يحط له ايه؟ رقم. وهي باي ديفولت الفيلان اللي رقمها واحد. يبقى اي ترافيك طالع من الواحد هنا رايح يكلم الواحد هنا، طالما طالع من الواحد من هنا رايح يكلم الواحد من هنا، فيلان عاديه مش هحط له تاج. ويبقى الترانك اللي موجود اليمه الثانيه فاهم ايه؟ فاهم ان اي ترافيك جاي له من غير تاج يبقى جاي منين؟ من نيتف اللي هي واحد. طب انا بستخدمها في ايه وليه ما بحطلهاش تاج؟ مش السويتشات بتتكلم مع بعضها؟ يعني السويتش مثلا بيبعتوا مسج لبعضهم كل 60 ثانيه اسمها السي دي بي. السويتش بيعرف مين الجار اللي جنبه اوتوماتيك كده. يعني لو جيت دخلت على السويتش دلوقتي وقلت له كده اهو شو سي دي بي نيبر، وريني الشبكات اللي جنبك او الاجهزه اللي جنبك، اسف، شو سي دي بي اميدو نيبرز، هيقول لك والله انا جنب سويتش متوصل بيه على بورت 024 نوعه اس، يعني سويتش الموديل بتاعه 2960. السويتشات بتتكلم مع بعضها اهي. طيب الباكيتات اللي طالعه من السويتشات وبعضها دي ماشيه على انهي فيلان؟ على النيتف. يبقى كل الكنترول ترافيك اللي هو الترافيك مش بتاع اليوزر، الترافيك بتاع الايه؟ الاجهزه، الار بريكوست والحاجات دي ماشيه على مين؟ ماشيه على النيتف فيلان. يبقى كل الحاجات اللي ماشيه ما بين السويتشات وبعضها البي بي ديو والسي دي بي والحاجات اللي هناخدها بعدين ان شاء الله، كل الكنترول ماشي على منين؟ على النيتف. والنيتف يا محمود باي ديفولت ان مين؟ اللي هي الفيلان واحد. قال لك يا عم عشان السكيورتي يا ريت تغير النيتف فيلان، بدل ما هي فيلان واحد اعمل فيلان جديده خالص اسمها فيلان 99 يا ميدو. فيلان ايه؟ فيلان 120. وقول له دي النيتف، قول له الترانك دي النيتف. ويا سويتش لما تيجي تكلم اخوك كلمه عن النيتف ده. ازاي بعملها؟ اهو باجي على السويتش الاولاني واقول له كونفيجر تيرمينال، واروح اعمل فيلان عاديه فيلان 99، والنيم بتاعها انا مش عايز اسميها نيتف عشان ما تفتكرش ان ده كده، هسميها ان فيلان اي اسم. عايز اقول له بقى 99 دي النيتف. النيتف ده يتعدي من غير ايه؟ من غير تاج. انا عمال اقول لك بيعدي من غير تاج اهو. يبقى لما تجيلك كلمه انتاج في الامتحان يبقى هي النيتف. النيتف خلاص كده وانت بايه وانت بتذاكر اسئله. تمام. اجي اخش على الترانك اهو اكزيت، واخش على الترانك انترفيس فاست 0 على 24 ده الترانك اهو. اقول له سويتش بورت ترانك تمام نيتف فيلان رقمها كام؟ بقى الترانك ده عرفته ان اي ترافيك طالع من 99 عديه من غير ايه؟ ما تحط عليه ستيكر. يبقى لازم نروح اليمه الثانيه اقول له النيتف فيلان اتغيرت، بدل ما هي واحد بقت 99 عشان يبقى هو عارف اي حاجه جايله من غير تاج تبقى كام؟ 99. لو جيت عملت شو دلوقتي، لو جيت عملت شو دلوقتي شو انترفيس ترانك، هتلاقي النيتف فيلان بقت كام؟
لو جيت رحت عند الراجل اللي هناك لما التاني دوت هتلاقيه بيصوت مش عارف حاجه هيقول لك في شوف يقول لك يا عم ده انت كده وقفت الدنيا في بلوكينج على البورت دوت لان النيتف فيلان اتحولت من فيلان واحد لفيلان 99 ومفروض تغيرها هنا انت لسه ما غيرتهاش عندي شوف عمال يصوت اهو يقول لك الفيلان مش ماتش تعال بقى نعمل ظبط عشان هما بيتكلموا بعض فشاف انه مفيش شايف ان هو التاني بيبعت له على 99 والتاني ده بيبعت له على واحد فلازم انا احولها فاحولها ازاي اقول له سويتش بورت ترانك نيتف فيلان 99 طبعا الكوماند ده من الكوماندات المهمه جدا ازاي اهو ظبطت اهو بقى هيظبطها حالا دلوقتي ازاي اغير النيتف فيلان جالك في الامتحان يبقى نيتف فيلان باي ديفولت يمين يا ميدو واحد بكرت انا فيلان جديد عشان السكيورتي عشان كل الناس عارفه ان هي واحد اي فيلان عاديه واقلبها نيتف فيلان اقلبها نيتف فيلان ازاي اروح الترانك هنا اعرف نيتف جديده وترانك هنا اعرف نيتف جديده يعني نيتف فيلان يعني فيلان الترافيك بتاعها معدي على الترانك من غير ستيكر من غير تاج بستخدمها في ايه في الكنترول ترافيك لما السويتشات تيجي تتكلم بعضيها حلو الكلام تمام ده تاني نوع عندنا منين من النيتف من الفيلانز طيب النوع الثالث بقى اللي هو الديفولت فيلان الديفولت ايه فيلان ايه الديفولت فيلان اللي هي الفيلان رقمها واحد اللي انت اول ما بتجيب السويتش بيبقى كل البورتات فين فيه الديفولت فيلان الديفولت فيلان كانت رينيم ما تعرفش تغير اسمها كانت ديليت هو انا ممكن الغي الفيلان اللي عملناها انا غير نو فيلان 3 بس خد بالك بقى خد بالك لما تيجي تلغي الفيلان لازم قبل ما تلغيها تفضي البورتات اللي فيها الاول افضي يعني ارجعها تاني الفيلان واحد مثلا اشد البورتات اللي فيها واديها اي فيلان تاني ليه لانك لو لغيت الفيلان من غير ما تفضي البورتات دي يا معلم بقت كلها ديسيبلد مش هتشتغل تاني الا لما تكريت الفيلان بنفس الاسم القديم طبعا اعمل شت داون تاني ولا اي حاجه شكرا ولا شت داون ولا نو شت داون ولا الكلام ده دي مشكله عندنا في سيسكو لو انت لغيت الفيلان قبل ما تشيل منها البورتات البورتات دي بقت ديسيبل كلها طبعا اعمل يعني خلاص فرضنا عملت كده كريت بقى الفيلان تاني نفس الفيلان اللي شلتها خلاص كده وشد البورتات وبعدين بشيلها يبقى الاول لازم افضي الفيلان من البورتات وبعدين ايه اشيلها ما اشيلش الفيلان والبورتات موجوده فيه طب والحل انا ممكن اشيلها ليه اصلا كريتها وعايز اشيلها ليه لغيت القسم ده عملت قسم جديد باسم جديد برقم جديد تمام بعمل نو فيلان ورقم الفيلان خلاص انما الفيلان رقمها واحد اللي هي الديفولت معرفش ايه اغير اسمها معرفش اعمل لها ايه دريت يعني دي موجوده على السويتش انا ممكن افضها من البورتات صح كده طيب دي تالت واحده عندنا اللي بعد كده بقى فين يا عم بلو ابتدى افتر اللي بعد كده بعد الديفولت فيلان في عندك حاجه اسمها المانجمنت ايه فيلان ان شاء الله المحاضره الجايه هديكوا ازاي نعمل تلنت نكونكت على الراوتر او على السويتش من بعيد طب الراوتر ويا له اي بي السويتش ما بيبقاش له اي بي اكونكت عليه ازاي طب احط له لا ازاي ما الماك ما بيطلعش من الشبكه بتاعته وانا موجود شبكه ثانيه فبحط للسويتش اي بي بعمل فيلان اسمها فيلان 100 واقوم مديلها اي بي الفيلان اللي بتاخد اي بي ده بسميها المانجمنت فيلان هعملها لكم عامل المره الجايه يبقى هعمل فيلان لوحدها اوتوماتيك كده على كل السويتشات مخصوص واحط لها اي بي الفيلان اللي بحط لها اي بي دي بسميها ايه مانجمنت فيلان عشان اعمل بيها ايه عشان اكونكت على السويتش من بره اخر نوع من انواع الفيلان عندنا انا شكلي اخد موبايلك يا ميدو وانا مروح هات كده هات وين ها
عندنا حاجة اسمها الفويس فيلان. ايه الفويس فيلان دي؟ دي مش علينا دلوقتي، ده في كورس الفويس بقى لما يجي حد ياخد كورسات فويس. ايه؟ بيقول لي مش هتخش. بيعمل ايه الفويس ده؟ السويتشات بتاعتنا بتاخد توصلها مع بعضها ايه؟ والموظفين عندنا بيبقى عندهم كل واحد فيهم قدامه عدة تليفون. اهو هنا عدة تليفون. استغفر الله. هنا عدة تليفون. هنا عدة تليفون. وكل موظف موصل الجهاز بتاعه. اهو. اهو. عدد التليفون اللي في الشركة دي ميدو بقوم عامل لهم فيلان واحدة كلهم. اسميها فيلان 150 مثلا. بقى الموظف اللي موجود في المبيعات ده موجود في فيلان 2 وعدد التليفون موجودة في كام؟ في 150. فالبورت بتاعه عضو في كام فيلان؟ في 150 و2. بس ما ينفعش يكون عضو في 2 و3. هو فيلان داتا فيلان واحدة. انه ممكن واحدة فويس وواحدة ايه؟ داتا. يعني اكتر من. فكل عدد التليفون عندنا بحطها فين؟ في فيلان واحدة اسمها فويس فيلان. تمام. طب وبندي التليفونات دي ارقام ازاي بقى؟ ايباهات بحاجة اسمها الكول مانجر. يعني هو مثلا سيرفر كده واحد انا كده كلمت بالظبط. بعمل سيرفر كده اسمه كول مانجر. كول مانجر ليها حاجة تانية يعني؟ سيرفر كده هوت او راوتر سيسكو بيشغله كول مانجر. راوتر سيسكو يبعت بقى الاتصالات كوماندات. اربع خمس كوماندات بكتبهم كده على الراوتر بخليه يشغل كول مانجر بس بنزل عليه لايسنس اسمها فويس. تمام. وبدا ترقيم للارقام زي ما انا عايز. يعني حتى انا برقم التليفون واحد يعني كل واحد واحد 2 طبعا انا برقمه وبديله ارقام. والكول مانجر ده في فيتشرز لو انت شاريه من سيسكو ان بيسجل لك المكالمات. واخد لي بالك يعمل لك كل اللي انت عايزه، يتبع اي مكالمه انت عايزها، يسجل لوجات لو انت موصله بسيرفر يسجل كل المكالمات عليه. شكلها طبعا ده امن دوله. بس بيستخدمه جوه الشركه يعني، بيستخدمه جوه فرع بنك، جوه فروع البنك مثلا. بدل ما اقعد اشتغل على مصرية اتصالات او شركة تليفون، لا هجيب نفسي راوترات سيسكو، وانا كده كده عندي راوترات سيسكو واشغلها والموظفين تكلم بعضيها في الادوار المختلفة او في الفروع التانية على الشبكة بتاعت الداتا. صح كل الناس شغالة كده بره وجوه كله. حلو الكلام؟ تمام. حلو الفيلان تايبس، انواع الفيلانز، وقريتنا الفيلان، حطينا البورتات جوه الفيلان، ترانكلينج بروتوكول خدناه، دايناميك ترانكلينج بروتوكول خدناه. توبكس بقى اللي جاي بسيط جدا، هياخد منها نص ساعة. طب انا دلوقتي عايز اعرف ايه اللي حصل لسيسكو في ايه؟ في لما وقعوها ولا مش وقعوها؟ ايه وقعوها؟ لما عملوا الديفولت. لا لا هحكي لكم عنها، هحكي لكم عنها بس في الاخر بقى احنا بعد ما خلصنا نص ساعة. تمام كده شوية كده في الاخر. اخر بزيز رقم يا مين بدل ما انت قاعد عمال تحفر في مناخير. نوقف التسجيل دوت.